الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم
فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم انقلهم من ضيق الحوض ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحبه وترضى اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم هيئ له في كل أموره رأيا سديدا وعملا رشيدا وهيئ له في طاعتك ومرضاتك ونفع عبادك عمرا مديدا اللهم شد أزره بولي عهده معينا وعضيدا اللهم وفق ولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد اللهم إنا نحمدك على نعمة الإسلام وعلى نعمة الأمن والأمان اللهم فارحم موحد هذه البلاد اللهم اغفر لأئمة تعاقبوا على حكم هذه البلاد اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم ابسط الأمن على هذه البلاد اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها اللهم أدم عليها نعمة خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا 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 وخالقنا ورازقنا ومولانا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى وليس من إله غيرك فنرفع إليه الشكوى إلى من نشكو وأنت العزيز القادر أن
الناصر وأنت المولى الناصر. من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ يا من هو أعلم بالضمائر والظواهر، اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، يا واسع المغفرة، يا دائم الإحسان، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. اللهم هؤلاء عبادك رفعوا أكف الضراعة إليك في هذا البيت الشريف وأمام هذه القبلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة. اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا. اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أنفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن رحمتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا غضبك أو يحل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المفزع، أنت ناصر المستضعفين، أنت ناصر المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس الغاصبين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم وكما جمعتنا في هذا الحرم الآمن فاجمعنا في المسجد الأقصى منتصرين ظافرين. اللهم اجمعنا في المسجد الأقصى منتصرين ظافرين، واجمعنا في دار كرامتك إخوانا على سرر متقابلين. اللهم وفق علماءنا، اللهم احفظ لهم هيبتهم، اللهم احفظ لهم مكانتهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وأعنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال أمننا الذين يبذلون جهودا
قائمة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين، اللهم فجزهم خير الجزاء، اللهم اغفر لشهدائهم، اللهم ارحم شهداءهم وعاف جرحاهم، ووفقنا وإياهم إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح وسائل الإعلام، اللهم أصلح وسائل الإعلام في كل مكان. اللهم اهد ملاك آل نشر الفضيلة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق نساءنا، اللهم جملهن بالحياء والحشمة، اللهم أعذهن من التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم احفظهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم اجعلهم عدة لأوطانهم ومجتمعاتهم، وقرة أعين لوالديهم وآبائهم وأمهاتهم يا حي يا قيوم. اللهم ارزقهم الوسط والاعتدال، إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من التكفير والتفجير والتدمير والعلمنة والتغريب يا حي يا قيوم. اللهم اجمع المسلمين على الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا في العراق وفي كل مكان، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والتقوى، اللهم وفقهم للاجتماع والائتلاف ونبذ التفرق والاختلاف يا حي يا قيوم. اللهم إنك تتفضل على عبادك في هذه الليالي المباركة وفي الثلث الأخير من الليل، وتنزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك، فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا وأجب دعوتنا، اللهم اقبل عذرنا يا حي يا قيوم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم فأقر أعيننا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.